نبدأ من الشأن المحلي، حيث أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تركز جل اهتمامها على الصحة والسلامة والبيئة من أجل تنمية الموارد البشرية، لكون العنصر البشري أهم الموارد التي تعتمد عليها أي مؤسسة إنتاجية. جاء ذلك لدى رعايته افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي الرابع للسلامة والصحة والبيئة تحت شعار التغلب على تحديات اليوم لبناء مستقبل أكثر مرونة، حيث أكد أن الشركات النفطية التابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز تسعى لرصد الموازنات السنوية من أجل التدريب الجيد واطلاع القوى العاملة على أحدث البرامج المتعلقة بصحة الإنسان والسلامة المهنية للنهوض بالمستوى الصحي والمهني للقوى العاملة، وصولا إلى تحسين الإنتاجية.